أعلنت الكاف في بيان لها أمس الأربعاء خسارة اتحاد الجزائر على البساط أمام نادي نهضة بركان. وكشفت هيئة الكاف أن اتحاد العاصمة انهزم بثلاثة أهداف مقابل الصفر في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مع الإبقاء على مباراة الإياب في موعدها يوم الأحد المقبل 28 أفريل. كما أشارت الكاف إلى أن الملف سيحال إلى لجنة الانضباط.